صباح الخير. اليوم 19 ولا 18؟ 19/4/2016. في عندي برضو الطالب خليل من الصف الثامن من الطلاب اللي عطيناهم الفيجوال بيسك دوت نت 2003 و2010، يعني تو فيرجنز، واشتغل صار في عنده دراسة ذاتية في البيت، سيلف ستادي يعني، وصار يبحث على جوجل وعلى اليوتيوب وبلش يجرب ويشتغل. فهاي واحدة من البرامج اللي عملها ورجاني اياها اليوم، زي جيم صغيرة يعني. طبعا هذا البرنامج اول اشي في اول شاشة، بدخل على الشاشة الثانية، هون عندنا التشغيل، شغله ستارت، بكبس على اللي هي بتون ستارت هاي ولا بيكتشر بوكس؟ بتون. اوكي، تيجي على الشاشة الثانية، هون الشاشة الثانية عامل على هذا الطرف بيكتشر بوكس، وعامل على الطرف الثاني كمان بيكتشر بوكس، حاط هون صورة ارنب، وهناك صورة اكل. شو هي هاي؟ سندويشة. اوكي، وهون اللعبة انه تتطابق الصورتين على بعض، وبرمج كل صورة انها تتحرك في البيكتشر بوكس عن طريق الكيبورد. يعني مثلا الصورة الاولى او الثانية بتتحرك عن طريق الثلاث كبسات هذول. شو برمجت هون؟ 4, 5, 6, 8 بتحرك السندويشات. احرك اشوف والله. اها اوكي، والكبسات الثانيين WSD بتحرك الوحش. اوكي، تعال نضال جرب، جربوها مع بعض انتوا الاثنين عشان نشوف كيف اللي هي كيف بتشتغل. ثواني شوي. اها يلا كمل. طبعا هو عامل اخذ احداثياتها، يعني عامل في الكود انه احداثيات معينه للحدود تبعت كل صوره، وانه يتم تحريك الصور عن طريق كبسات الكيبورد، واذا تطابقت الصور مع بعض فاللي هو الارنب وين، يعني اللي بيلعب اللي اخذ دور الارنب وين. هون هيها المسج عاملها هون انه يو وين. اوكي، اذا تم تطابق الصورتين على بعض. جربوا كمان بالله. يعني في واحد بهرب وواحد بحاول انه يصيد السندويشة صاحب الارنب. طبعا فكرة حلوة، يعني مستواها عالي بالنسبة لطالب صف ثامن. ما شاء الله عليك يا خليل، كل مرة بتجيب لي برنامج حلو تشتغل فيه بالبيت، حتى ما بجيبه من البيت، بعمله هون مرة تانية يعني في المدرسة. تحب تحكي لي اشي عن الكود؟ تورجينا الكود؟ كتير بسيط. ورجينا جزء منه، احكي لنا شو عامل فيه، اشرح لنا يعني. في كان هو لما يضغط زر الازرار في لوحه الكيبورد يعرفها انه انه يحرك البيكتشر بوكس الى اليمين او شمال او فوق او تحت بمقدار ان معين عنده. وكبسات ستارت والاخرى كانت سهله انه ماخذينها من قبل احنا. انه يا خليل قد ما انت شاطر بس بالشرح مش كتير شاطر. كمل. وفي كان سويت لكل واحدة التحكم من الاربعة وخمسة ستة وثمانية. كيف برمجت الاربعة؟ ورجينا كيف بالله، شو كتبت الكود؟ اقرأ لنا يا خليل شو مثلا كيف برمجت اللي هي ثمانية. ثمانية بتطلع للاعلى صح؟ مثلا وين الثمانية؟ ورجينا اياها. اي دوت كي كاركتر. اوكي. تساوي تساوي convert to كاركتر ثمانية. then f p 1 يعني هي picture box 1 dot top. أكبر أو يساوي 64. شو هي 64 هون؟ 64 هو البعد عن فوق. اللي هي الأعلى أعلى نقطة في الصفحة. then picture box 1 dot top equal picture box 1. يعني إذا طلع لآخر الصفحة شو بيصير فيه؟ بنزل لتحت لأولها. هيك انت عامل طلع لفوق. ما بيسمح له يطلع على اكثر من فوق. طيب اذا هون انت حكيت انه وصل اذا تساوي او اعلى، شو بيعمل؟ شو الحركه اللي بيعملها اللي هي البي 1 دوت توب تساوي بي 1 دوت توب ناقص 64؟ شو هي ناقص 64؟ انه بعده عن سقف الصفحه بقل 64. ورجينا شغله بالله، شغله اشوف. روح اطلع اشوف كيف بدها. اوكي اطلع، بس بتمنعها بس من كل الجهات بمنع، يعني من اسفل وكمان من شمال. انت من شوي لانك ما كنت عاملها منع، كانت تروح على اليمين تختفي، وتروح على اليسار تختفي، وتروح الى الاعلى تختفي. اوكي، هلا انت عملت في الكود انك تحدد حدودها، خلينا نحكي صح. اوكي، ارجع على الكود ورجينا كمل. وكمان عرفت ال WASD بنفس الطريقة، بس بدل انه يغير picture box 1
بغير البكسل بوكس 2 اها بنفس الطريقه حرفيا. اه طبعا اكيد. وكمان بس هي الفكره انك انت كمان الفكرتين الحلوين في البرنامج انك انت كيف تاخذ احداثيات الصوره وتتحكم في هذا الموضوع، وكيف تبرمج حركه الصوره على الكبسات على الكيبورد هون. طب انت كيف هذول تعلمتهم؟ هذول اول شيء شفت لازم نعمل معك مقابله هيك شخصيه. اه شفت الموقع على النت كيف لما يضغط تتحكم في الكيبورد يسوي شيء عنده، والايفنت كمان الايفنت. فبعدين بديت عندي في البيت سويت برنامج لسات كان صغير، بعدين كملت في المدرسه. حلو. بعدين جات سويته كمان في البيت. حلو. كمان مرة. ممتاز، ذكي شاطر، بتشتغل على حالك، ممتاز يا خليل. يعني انا بتنبأ لك يعني في جريت فيوتشر، بس بدي كل مره اجيب لي برنامج حلو زي هيك. اوكي صح. واعلى كمان كل مره اعلى اعلى اعلى. يعطيك العافيه، يسلم ايديك حبيبي، شكرا. احسن من هالواحد يضل يلعب جيمز.